بجلسة اللجان المشتركة كان في قانونان يتعلقوا بالتربية. واحد يتعلق بسلفة 650 مليار الأساتذة المتقاعدين، وبناء لصرخة الأساتذة المتقاعدين المحقة وللظلم اللي كانوا عم بيتحملوه بالفترة السابقة، تم تصويت بالموافقة على هذا البند. وفي القانون الثاني التشريعي الذي له علاقة بنسب التحصيل لصندوق المتقاعدين بهذا الموضوع. بهذا الموضوع تحديدا صار في تعديل بسيط على نسبة الحسومات لصالح الأستاذ ولصالح المتقاعد لتغذية هذا الصندوق، ومنقدر نقول كمان انه تم التصويت عليه ومرق هذا المشروع على امل بالحقيقة انه نلاقي حل جذري لموضوع التربية بلبنان، ونرجع نعود لأساس المشكل إن كان بالأقساط اللي عم تتدلور بطريقة مخيفة، وبنفس الوقت بإعطاء حق المعلم بالمدارس الخاصة أو بالمدارس الرسمية، عشان ما بدنا نفصل التربية عن بعض إن كان خاص ورسمي، نعطي حقه للأستاذ ونقدر نجيبه من دون ما نكبد الدولة أي خسائر أو أي دفع زيادة، لأنه بالأقساط اللي عم تخدل مدارس الخاصة نستطيع أنه نسد كل حاجات المعلم إن كان الحالي ولا إن كان المتقاعد، وبنفس الوقت نقدر نساهم مع الدولة اللبنانية بهذا الأمر. نحن اليوم منبارك للمتقاعدين منبارك للمتقاعدين بالمشروعين اللي تم إنجازهم، وإن شاء الله نحن وياهم كلجنة التربية راح نضل واقفين حدهم عم نسمع لصرختهم، وإن شاء الله المرحلة القادمة راح تكون لأساتذة الجامعة اللبنانية آملين أنه نضع القوانين للي بتخدم الجامعة اللبنانية على الجلسات القادمة بإذن الله. ما بعرف إذا الزملاء عندهم شيء يضيفوه.